عارمة في المدرجات وفرحة من حسن يبدأ. 26 سنة من اللاعبين المتألقين، طبعا الكل يريد أن يبقى حسن يبدأ. هو معار من بنفيكا بعد ما لعب موسم في بورسموث، لأن أصبح لاعب أساسي في فريق نابولي، والكل يطالب ببقاء هذا اللاعب، وممكن جدا يبقى مع الفريق لسنوات أخرى. أوه، كانت ضربة رأسية بشكل رائع ورائع جدا في القائم المقابل، وفي الدقيقة الثامنة